الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا
إلا كل قتار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله 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 الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم انفعنا بما سمعنا من كلامك يا رب العالمين، اللهم اجعل فقهه في أفئدتنا، اللهم اجعل حسن تلاوته على ألسنتنا، اللهم اجعل العمل به على جوارحنا، اللهم اجعل العمل به على جوارحنا، اللهم اجعل العمل به على جوارحنا، اللهم اجعلنا أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من القائمين به آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حيث لا تهدئ محاضرة بدل كذا القرآن كده قرنه يا وافق سن محاضرة، يعني محاضرة حضره يحضره، محاضر ومحاضر ومحاضرة فحضره فاحتضره، مش عارف ايش جاءت منين. محايد الله تهيا عدبا دي مسجد احسن نقو اشكا فرفردنا ناخر سنة اشوا كنتو كنا لبرك حدا كنتو كنا الى عشاء ما واحدا بيا شيخ باتها كيما نيش اشكتو كنو الى عشاء بقى. وانت هاد مسكينه مذنبه الى هي استري كبا ورهين شيخ دكو هيسان ما بقو قدين بوحو يعني ذنبك انت الى هي استري بفضله ورحمته انت تلو دي شمق له هدين الى هي كما خشان توس ربي جيم بين الله حظو كو رحم سو كما في عناتين وعلي امشوا حالا ليش داوضا للربا كاميرو ينو على ركبتي نو البا يا والله ما حضر
واحلى شيء قال ما يغان الهه خير نسي الهه نوافج الهه كلمه تنفع السامعه والمتكلمه الله نوافجي هذا الك ليس ان كهد لينو اما الهي وحو نسو مريو هذا لو خيره يعني وحو اوليسن كان كهد لينو كعمل فلو دكتي سانا دغه كلو دن شيغ او غدو اكو الهي خف وافجي ويان اخواني بارك الله فيكم. القران هو الحياه نولوشا يعني نولوشا مسلم كا مؤمن كا كتاب الله وهو قرانك نولوشي حقيقه او قرانك يعني قوت روحه واي انسان كسل سعتان قوت بولي هي او وقوت بطنه علوشي سي يعني يا وعاء اويل لكن دجركي سو دنبا كفايديسنيا وتن وقودك واهو شدالك واهو نولوشا واهو او كعافي ماديو كوينانيو كعيليو كوكبعيو قودك اسغا هدي وايو دي ولا سعتان markii gaajo insaanku ay qabato wuxuu cunaa waayo markii suu noqday sida darteed ayaa qalbiga insaankana quudkiisa mu'minka quudkiisu wa kalamullah dhikrullah kalam rasuulillah arka nurkeeda allah nasiib nurka kalamullah azza wa jalla ha mithala hal layri insaanka si uu wax u arko waa inuu laba nuur laba iftiin isla helaa iftiin daakhili ah nuur daakhili ah iyo nuur khaariji ah nuurka daakhiliga waa ka indhahaagu leeyihiin ilaahay qof walbaba wuxuu oo mubsir ahoo wax arkaya oo nicmatul basar ilaahay siiyey qofku ilaahay nicmatul basarka uu ka qaaday ابتلاء وامتحانا لاس إن شاء الله دو مؤمن يهو صبر جند وليه قفك إلهي أقول نعمي نعمة البصر يا أركتي نور داخلي وليه نور كاس داخلي أه قدها أه بمعنى إن هي سليه وحبكم أركي كرو هدوس النور خارجي أه قوسا لهين افتينك قرح ذاوك لي مالين عد iftiinka dayaxa oo kale iyo iftiinada dadku ay sameysteen tan haddaan ku jirno kale nalalkan iyo masaabiixdan iyo tooshashkan iyo telefoonkan waxa lagu shidan iyo waxa weeyaan waa iftiinka khaarijiga markay labadaas ishelaan ayuu insaanku wax arkayaa oo aragtidii ka faa'iideysanaya oo ku intifaacaya oo meeshii خطر أكاق اللي حانيا وحي منافع دي سنة قوقب سنة هدي الله بدا مدلا وهي وحبا ما أركي نوركي خارجي هدو جو لكن نوركي داخلي ها إلهي وكالتاق ديكا خارجي وحبا وطريمايو وقفك إن دولها أما يعني إلهي بصر كيسي وكالتاق سبحانه جل جلاله قفك إساقا ديمالين عاد وحبا وطريمايشو كشافات يا انوار ايو ليتت ايو يعني نللنا وحبو تري ما يعني لانه نور كي داخلي قام مقن لابد النور مركي ليش له ايو قفكو وح اركيا وكذلك واسدو كلا محاسدا سو كلا انسان كست اله يوحو قلبي جي داخلي قا وسمي نور داخلي نور كاس داخلي قا نور خارجي وباهي هاي نور كاد داخلي هي مرك هربا كسميسن وفطرة الله التي فطر الناس عليها نور كخارجي قنا يسيد قرح ذو كلا أهنا وكلام الله لبدا مرك إسقفتان وقفك انتو هداية يشو إلهي هنوني نور البصيرة نوليه قلب جسين ونوري كلامك إلهي نور كيسينا وكل دعاء
markaasaa wadadii u iftiimaysaa, markaasuu khayrkii iyo sharkii kala garanayaa, markaasuu wixii maslaxa u ah iyo wixii madara u ah kala fahmayaa, markaasuu caalamulbahamiya waalxayawaaniya intuu ka baxo wuxuu baxayaa caalama alinsaaniya. Markaa weeye marka uu masaafa almalaa'ika caalama alculya cula uu gaarayo, marka nebiga uu ku tilmaamayo dadka qaarkii inay malaa'igta lama cooda yihiin, maca safarati alkiraami albarara, markaa weye markuu insaanku malaa'igiisu bedelayo, bahaminimada uu ka baxayo, xayawaanimada uu ka baxayo. Leannu insaanku labadaa shay buu ka kooban yahay. Macnaha ka bixidda inuu ka insilaakhayo ma aha uu malag isu gadinaya aan waxba cunin oon seexanin, ma aha. Waxaa loo jeedaa wuxuu noqonayaa biimaanihi wacamalihi saalix, iimaankiisa iyo camalkiisa saalixa ayuu insaannimada xaqiiqadeeda u gaarayaa. xaqiiqatu linsaaniya waa maxay? Waa cubuudiyada ilaahay inuu xaqiijiyo, waa inuu cabdi mutiic lillaahi uu noqdo. haddii kale bahiima min albahaa'im uu noqonaya. haddii arinta insaanka maanta sida dadka caalamka aan u wada badannahay ama loo wada badan yahayba, laman raxima allah, fikirkeenni hadduu kusoo ururay cunto iyo cabid iyo shahawaad, dee intaba lo'daa kaa badan, albaqaru awfaru xadan min albashar, adiga iyo sac ma isku cuntaatiin mise kaa cunto badan yahay? wuxuu cunaa adi ma cuni kartid, wax fara badan buu cunaya, adi wax yar aad cunaysa, saxan yar isaga waxba uma tarayso, wax badan buu cunaya. biyahana waxaa laga yaabaa adiga bakeri bakeri iyo kuwan yaryar iyo isaga baaldi dhan buu cabaya, aba kuma filaba. cuntadii waa kaa fiican yahay, cabidii waa kaa fiican yahay, farxaddii iyo reereyntiina waa kaa fiican yaho, hami iyo muruga maba jirtaba. United Nation inay jirta in kale warba ma kahay. nin oo Maraykan oo adduunka xukuma iyo ku kaloo la xukuma iyo waxba isdilay, waxaas shaqadiis maaha, mana maqlaayo, mana oga, murtaax alqalbi waayo, cawskiisu iska daaqayaa, cuntadiisu iska cabayaa, waa ladan yahay. xaggii kaloo shahwat albahamiya hadday noqoto oo lab iyo dhadigna isagaa kaa fiican, howlaha uu qabsado adigu ma qaban kartid, yani mafhuum ya shabaab. marka maxaa aad kaga duwanaatay? muxuu markuu ilaahay yidhi wafadalnaahum calaa kahiirin miman khalaqnaa tafdiila, tafdiilkaasi muxuu yahay? haddaad hamigaagiiba uu noqday waxaa iyaga la siiyey. balada maanta u fiirso, mashriqan wamaqriban, maxaa laga fikiraya? inta diyaarada maanta lalaya, inta maraakiib ordaysa, inta caalamka kala gooshayo, inta wax la isdhaafsanayo, inta unbay ku soo wareegan cunto iyo cabid iyo farji, shahwatu lbatni waalfarji, bas hama linsaan. markaasuu garma aha inuu rabbigii abuuray, xoolahana sameeyey, dadkana sameeyey, inuu marka xaqiiqadooda ka warramu yihaa in hum ilaa kalancaam bal hum adalu sabiila, in hum ilaa kalancaam, ancaam oo kale ancaam, geel iyo loo yaari oo kale, bal hum adalu sabiila, iyagaaba kasii wado foolxun, iyagaaba ka foolxunba oo ka qaab daran. wailaa run ahaan marka la yidhaah insaanka iyo xayawaanku ilaahay ma kala xigaan? ma la socotaa saas mise ma ogin? ilaahay qabiil ma leh? ilaahay ma lama dhalin? allah lam yalid, waxna ma dhalin, lamana dhalin, nasab galayaa ilaahay ma jiro. basharka iyo baqarka dhinacaa waa uga siman yihiin, waa siman yihiin, laakiin allah ku fadilay, ilaahay wuxuu kugu fadilay وبروحك وبعبوديتك وبقلبك قلبك هذا هو المعرفة ربك أو يهلاته
taas ilaahay kugu fadilay wa illa waxan kale waa shay bahamiyaal run ahaan haddaad doonaysidna meesha ilaahay uu kugu talagalay inaad noloshaada iyo shahawaadkaaga aad ku gudato raqabaadkaaga iyo waxay naftaadu jeceshahay aad ku dhammaystirato meeshaan ma aha, gurigan ma aha, halka kan ma aha, daartan daaru dunyaa la yidhaah ma aha. Daaru dunyaa ayuha almuslim kuuguma ustalagalin ilaahay inaad shahawaadkaaga ku dhammaystirato, bal ee muqayad baa tahay, waad xirxiran tahay, waa lagu xirxiray. بإيمانكاد مقيد كتهي بطاعتك لربك باد مقيد كتهو وحرنتهي مفرنت ساس درت يدبع حديثك كيمد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنيا سجن المؤمن مؤمن كي سجن أتهي كافر كان جنة أتهي وبهذا المعنى ماشى إلهي أكوغوتها لقري شهواتك قد كنا ما اشترنا يشو ودارتاس دمبه دار الجنه ليلى الهي افاتك يا حماتدا او دن الهي كدوري الهي طاهرا كدغي مطهره وكدغي وفي شبل هذا قولي يا دونك او قروح بدن انا ما اغان ميلو كيال هدو جرو يعني قولي شو دي قريها دن ليش كدرو قصورته قريها ادو قروح بدن waa laga yaabaa mid in la tilmaamo la yidhaaho beled hebel guriga adduunka ugu qurux badan baa ku yaal. Sheikh Google hadaa weydiisaan wuu idinka fatwoon lahaa arrintaasa laga yaabaa. Sheikh Google ma taqaaniin? Saluuhu ajmal beyt fi dunya mumkin inuu idin sheego. Afkham qasr oo ugu qurux badan oo ugu fiican haddii lagu siiyo adiga hebel Yuusuf wala Cabdiraxmaan ama Maxamed oo halkan fadhiya kaala qaado gurigan, laakiin bishart waxad hal shardi u leeyahay waa maxay? Horta bilaash ku qaada, lacag lagama rabo. Kow, hal shardi un baa la rabaa, musqul ma leh gurigaas, musqul ma leh, ma qaadanaysa mise ma qaadanaysa? Ya maya maya, waa guriga ugu qurux badan ee ugu fiican. Gadaal baan ka qodanayaa, waa samaynaya lama rabo, musqul lagama rabo, ma qaadane? Laa ilaaha ila allah. Ulleysh maxaa u diiday, maxaa u diiday? Laa ilaaha ila allah, ma sababu lirafdik? Hal musqushu ma sharaf baa? Marti sharaf leh hadday kuu timaado meeshaad fadhiga fariisin lahayd, musqusha kursi muu dhigay? يا وما شرف لا ما يا وما حدا هاي ده وحو الربا ربي قاعد إنه كتوسه قيمة هادون كوليه أفخم قصر وكان وقروح بدن ووأنا أحسن هدي أرذل شيء أوسخ شيء أنجس شيء لجوايو قيمة ملأ. إذا المعاش يقولوا قيني مرة بتاع قصري أنا مسخول كولين مرة بتاع ما يا سيد هذا سيد هذا كإنسان قصري آن قري قروح بدن أو آن مسقول لهين شو ما دونيش هذا أديات مش هن معها حقيقة في الجنة جنة قصر جد مسقول ملا مسقول شو إني شقي شو شو إن بلاعات بلاعات ما تغني بس هنير ملا يرى وسخذ يقرن كي قشن كوح مران شو ما حقيقة هوس مران guriga hoos maraa soo maaha. Ilaahay imisuu qur-aanku kugu celceliyey jannaat tajrii min taxtiha alanhaaru, addan weliga waxaa ku nooshahay tajrii min taxtiha albalacaatu waalqurunaatu, baad weliga ku nooshahay ood wax moodaa oo qiimo kula leh. Ilaahayna imisuu qur-aan kugu celcelinaya jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru, tajrii min taxtiha alanhaaru wabiyo malab iyo khamri iyo caano iyo wax kastoo macaan oo webi ah ayaa hoos dureeraya. Hadi hiya aljanna. Leesh
لأن إلهي مركو جنده كوكيو الله نجيه. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أديك واسل أديك أقول هذا أديك حدا حالة أتاي هي مركي أضلتي إيش كمدمتي روح ذي واسل الروح ذي لكن لما شخصي وكل الدوام باتاي أبدا شغل إيش كمله ذي. هذا برنامج كان يسميه أذو ير يو أذو دق أكاد جاي شو ماذا نركين واحد نوا واحد عبرة وهي إلهي بقوته سيا وحن فرس ماذا أنت تكلوا فريو نن ولتأكيد قدرة الله تعالى بل بعضن شخصيا إسكو شقذ بقاهين مركا على تيمة. كذلك الله رب العالمين بنفس روحك نشأ عصبة إلهي كوس مينيا ما يجي أدونك أذل هيد ميلاد وحقلي سوء ومدخل يا مخرج ولا قاعد عفيا وسخل جماعة ولا جنة ذا إلهي بمشين كان سبي بوبته دوحان أدو عنتا ذا مركز عنتا كوجودا بيسا ورك لما كايسا ورك لك مهيس لكن هولو وين يا مشين نو وين يا شقف ربضن. الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب إليه اللي را مفتاح دار السعادة الجزء الثاني وعجائب لو قدرت إله مركوكها الله يأذي يا بيسو فتوحات كإله أفري أيوح كليها إنسانكو عنت هذا مركا أعنو إلا عنت هذا عوني أسمايو إلا لسو علاجيو علاج والله سو هقاجيني يعني هيلب هدوية هي وحي وسخضي على قرقيا ومقاركي وعلو كبعدي والله كرينيا دبا لقسو كريي برسكي دبا لقسو كريي عنت هذا معان أي عنايا ها أم لين بويري إن عنتدي كرس كذي هل كأو كذا ماذي وحاكه سيبويري إلهي ضب وعلوش هذا كأبوري نار وكحل دير كان كلي البدن تن عنتدي أتكو كرسي ولكن وحبك يلين تساوح ويري دب وكرنيس عنتدي أدعو عنتي وأشي ديسة وعنتدا غليل كي أذقي أذو وتسد أذو عليشد أنتي بربريسو سائل بيئة كذا جيسا ده بده دمرك هاسي سفينة يساو مصفى أي أجر تبوي إلهي أقوت على جلايا أسمي مصفى محن أورن كرنا يعني أربعة يد بحشي أو عنا هاي لقى عنا ميرو كله وهذا سفينة مركها ساقشين كينا مل مريان intii yareeday saafiga ahayd ayaa masar iyo wadooyin ilaahay ugu talagalay oo latiifa ayaa kabidka tagaysa iyo beerka ka bacdina markaasay u gudbinaysa markaasa ma jirto tin ama cidi jirkaaga kamida illa waxa ka faa'iideysanaysa oo waxa ka qaadanaysa wixii fadalaadki soo hareyna waa waxan marka musqushi xamaamki ماشي أنا هجاك سنين لغو تلاقي أنا هجاك الصومالي هان مسقول واسكده أنا عربها صدق أنا نوى ودمدو ده أنجوجيو ما بشي قال ما قع حمامك إلا وحيكوه المريان وحنوع من التنزيه يعني يعد اعتذاره كرمك الله الحمام وكله قريقا يعني البيت فيه ثلاثة غرف وكرمك الله اثنين من الحمام وكله ما بدهم بأفكو ده مسوم مريشو إلا أي هرتا كرم الله كرم أيوه يعني وان كحمة هنا ما قاعد يدك وش هيجي صدق حمام ما فر حمام ولا بدورة البيع أم حمام وحن ما كست مركا وحى فضلات كه سهري وحى مركا هلك نقنا وماشى النبي إنه صلى الله عليه وآله وسلم يسقون نتوسينية قيمها الدنيا ما أنت آنو إسكو دفرت للنبي كي هايستانا كو مشغولي كي أن هايستانا إنا فكر كذا إيا همي ذهبين إيا مالين لا سيحرايو أو إلهي كم مشغولي سي وذكر جيسي كم نغا مشغولي سي نبي نوحو كعبري وتصالة وقاتي ممغشين في حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم وحجري إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا فهو وإن ملحه وقزحه فانظر إلى أي شيء يصير إن مطعم ابن آدم
مطعمك يا عن عن تذا إنسانك إلى هيوح وتصاله وقد يجي أدوية ذا أدوية ذا الله ما حد تصاله هذا وحير فإيه فإنه وإن ملح وعن تذي هدو ملح ملح وجاله أو حق ردن ككون أجيء وحلا وحي كون أجيء يلا جوضة وقزحه بمعنى جعل فيه القزحة وهي التوابل وحيالها قدها أدقوني يا عن تذا وحكست أكودقونيو ردن كذينا كفي عليو أدقوني يريح هذا ذينا كوها قاجيو فانظر إلى أي شيء يسير مركو عنا كذب وحاو إسو بدليو كفر سو النبي وكفر صلى الله عليه وسلم من أكو شيء واتغانا وواحد قرن يسيد وي ووحي إلهي أستري وي من كرم ربنا أظهر الجميل وستر القبيحة وحكست قروح سنة إلهي وكو مجي وحكستو فلحن الله وكو أستري إلا إن إلهي جل جلاله منافدا إيا وحن مخزن كان إنسان كقرن كأكوته وأفر كري أفكي سئيا إيا إنده سئيا بلسان كيس أفر كريو لبقوا في مالي سقومة معدان الله كلا أستري وكلا قريي وستر القبيحة وأظهر الجميلة ومن كرمه وإحسانه على ابن آدم بركوا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ذا مثل كذواتاس فانظر إلى أي شيء يسير شيء إسقى شيء إسقى أي وي مثال الدنيا ديه مثال الدنيا مرهدو كان نغضي من أسكد برجويسا بريبا أنك وضا سعنا قولا بابور وضا سارا أي أن ميل وضا ماذا عربتا كم ذا يعني ميل أو دوار رونت أبوت مئة تلاهين كان رون أبوت نقوم مرينا أوحى جيس كنا قفتي هوتيل قروح بدن ولا جسمي جزاز أما دلوع عقارة كل جيس كل جيس ودلوع ذا عقارة مركا يعني قروح ذا دلوع ذي عقار كاهي عقار كيكوهر أبورين وحاد قروح بدن وين مركا مد نقم ذا أهد ولا يابي وقروح ذي سي لا يابي مركز فيري البر فيري أو قرقان فيري ما هوتيل كان سوق روح زين مركز ونوع من الالتفات هما هذه يقرن وحربا إن نظرك يعني الدنيا ذا أنكسر اللي حنو حاجة أخرى اللي عنه مركز هم واحد كويري ورني هو هوتيل وين قرقة أدركيسيد قرقة أدركيسيد أهاد وقروح بدن وقرقة مقالة وقوم مسقول بدن وحكم مسقول بدن ما بجرب ما تعرف يسمى لأنه هوتيل كم قل كستوى إنه مسقول يعيشة قولي عادي قا صدق حدي أفرتي قلها هل حباك فينا لا بحباك فينا لكن مرة هذا هوتيل يهي وين قل كسته مسقول هذا سويت يهي وما شاء الله ده كمرتيد وين لقوت هلا قلينا حوالي لا يصدق حلو سمينا ثم وكان وقوم مسقول بدن وما حكى وداب الشيخ ومسقوش أو شكته وحنو شيء بعدين ده يقول يعني وحوي السيرين وكوي آخر اللي جش هيك جري لا ترتمو مركا وحن كتوسنا يا قيمة وتاجي هذا حقارته إخواني وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى الله رب العالمين وحمدنا قصة سبحان مايو إلهي وغني إلهي دتك نور كجوجو لأن كل إنسان نور ناي البرقش إنتو باب إيو أيكو عصب إسك سماي سنكرا هذا هو الغني وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة ربك هو غني ذو الرحمة نحرس صاحبه هل كامركو أخريو الوالد الشيخ علي الصوفي رحمة الله عليه ولقي ما أركني سو هل كأخريو جوك سنة وجوك سنة يا مركا سؤرنا يا اللهم أنت الغني ذو الرحمة ونحن الفقراء ذو الحاجات كذب سوى ضايا وربك الغني ذو الرحمة إله يو غنية ذو الرحمة أنا قلنا فقراء مساكين وذا حاجات حاجات محتاجين البرقسك استحاجان لأنه
في كل لمحة أذانه محتاج يكون نائم. مرك ربك إن غنيا جل جلاله ومن غناه إنه تدخل أنباب بيئيه كوحسو فيسكا كنسدو محوك هذا سوا أذيك مركو جندي سكو ترغيبنا محوك الربا أبو سنوحد وأنا أبو رنكرين ما هذا خير كل جعليه وحبال لغاسا سوا مايو هذا خير لقول الربا. بل انت ايذود هذا كون اخرين يقوله مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ويرغبك يحببك إلى ما عنده من الخير من الجنة النعيم. مثل الجنة التي بعض أهل المتأملين وحدهم وحمثل إله أوليه لأن أدوية ددتك جوغة حقيقة الجنة ما بالوصفين كرام ما بفهم كرام بقى. الإمام الغزالي ميوها مر أم علينا إينا كتاب كيس المركو كأغري مركو أوليه حقيقة ما في الجنة هذا دوني شيء أدتك أدونك أوصفيش وحي لم يتهيبوا إليه أذيك أوكو الرمي ولد صغير عمره 5 سنوات المشهن جرأة هذا دمع دبوا إليه إنه دوغا شاكيسو لذذة أي هل أدتك واوين في حالة الزواج يعني ما بين الزوج والزوجة زوجك يزوجة معانك الإحذو ذمرة في اللقاء في الجماع هذا دمع ذبوه إلى إنا يرو شنجر وغشة كيسو ما فهنزين كرتا تقدر تفهمه وما بولي وما سمعشنا وما ديار سنة مركوا إنا وح فهم يأت كسو مير ميرتا أو تصالة وسو قادة وأرنتاس مركات هذا دوني يسبو إلى يعني أتراها مثلا أرنتاس وها ما لبك أوكله مثلا ما لبوا فهم كرا يعني سكرت أوكله وفهم كرا سكرت كفي عني هي ملبك كفي عنتها هي شوكولاته كفي عنتها وده كرت ابو والا شكل ما فهمين كرتيد وح الله وح جنده لغا غورمين واساس بور هذا ما بفهمي كرتيد بقى استعدادك يجرك لوو تلغل انو حقا كفهم هلكن ما بو فهمي كرو مركه وح جنده لوو شيغو دن واتو سالويين وي ولذلك حقيقه هذه مركه لغا حدن وح نبي كسو غبغبي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبي الله موسى عليه السلام كما في الصحيح أي إلهي ويدي يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة إلهي ويغورا جنة كان أجر الدرجة هوسية منصب كيسي منزلة ذي سمحيتها مركها ساء وليس فيها دني فسو إلهي حكوير الله شيء وهنم وحالي جنة جهنم لغا سو ساري دونو او دبا جنده لغين دونو جهنم كو سو بخي والعياذ بالله ده فيه لا اله الا الله هو لا اله الا الله لكن ذنوبي معاصي جهنم غيش مركي جنده لغا سو جهنم لغا سو سارا جنده لكيني مركا شو الهي كو اذهب فادخل الجنه جنده قال فيخيل اليه وحالو اكيسينيا اي ام قنيسه اني بو حسنتي او سن ملك هيسن قال كاسو ربي كورنا أي ربي وجدتها ملأ ويبوح ذا جندي مركاسو إلهي وحكليه أترضى رالما كنا قنيسا أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا الدنيا بقر هذا ميت كم ذا بقرته يدي شو كله بقر بقر وايه تاجري وحقيب وهاجتاية مال مالية معها بقر بقر هذه الدنيا كم ذا ملكي يسيب قرطوي دي شو قال رالي ما قطعي رضيت يا ربي ها مسكين مركي ورنا ادويه جوغي وهذا جهنم كسب يا ربي رالي انا مركاسو لي حكورنا يا لك ذلك والله ومثله 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 ومثله, ومثله. كا يمدل الى قال في الخامسه الى شن مركو كغاري ايو انت رضيت يا رب اله رالي ما انا هذا رالي ما انا مركز إلهي وحوير مايا ولك مثل الدنيا 10 مرات اسكبر ناف بقرتو يدي وحال لها هي أدوية ورنان طبعا لابكت بالله
bal ka waran mid baa beri wuxuu yidhi sheekhow xogay bal xadiidka maa ka fiirsataan adduunyada tomalaabkeed oo ninka ugu darajo hoose ee jannada ah. Marka sheekhi wuxuu ku yidhi dadka falakiyiinta iyo mutakhasisiinta ma kaaga sheekeeyaan xidigaha cirka inta ay dhan yihiin? Mayuu yidhi haddaba wuxuu yidhi xidigaha aada arkayso kuwa badan ayaa dhulka la-eg ama ka weyn, haddana cadadkoodu waa inta aad adigu arkayso, waxaadan arkaynin iyo inta qoraxdeena raacsan iyo waxa kale ilaahay samay iska dhaaf, inta indhahaagu ku dhacayo dhulka jaygiisa quruuraxa iyo xidigaha ka badan, haddana inay dhulka leeyihiin ama ka badan yihiin baa laga yaabaa. Marka wuxuu yidhi haddii intaasbo kuwa inta aan arkayna oon ay tahay, dee toban quruuraxa inuu ilaahay ku siiyo, toban jay uu ilaahay ku siiyo, waxbay ku tahay mithlu dunya cashra maraat ish cinda allah walaysat shay, aday wax weyn kula tahay ma ogiye, ilaahay agtiisa waxba kama aha, waa ninka ugu darajo hooseeya. Nabi Muuse calayhi salaam su-aashii ilaahay uu ku celiyay wuxuu yidhi fa aclaahum manzilatan yaa rabbi, kaasi haddii uu noqday kii ugu darajo hooseeyey kan ugu darajo sareeyasee noqonayaa, ulaa'ika kuwaas alladiina aradtu, waa kuwa anugu doonay, anaa doonay kuwaas, ay aradtu karaamatahum, anaa doonay, gharastu karaamatahum biyadii, karaamadooda anaa gacantayda ku abuuray, subxaanahu jalla jalaaluhu, gharastu karaamatahum biyadii. Waxay leeyihiin nabigu wuxuu yidhi xadiidkii fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar, ilna ma arkin lakiina ma maqlin, qalbi bani aadanna kuma soo dhicin, see lagugu sifayn karaa marka? Ya shabaab, dhalinta dhalinyarada, ya ayuha dhalinyaro, ya ayuha shabaab, wallahi meesha la idinku yeerayo waxaan saa u leeyahay idinka u badan, wahada min xamdillaahi, wallahi min xamdillaah wa min karamillaahi wa ixsaanillaahi, zamankii adduunka ugu fitna badnaa ee ugu dhib badnaa ee kada, in haddana masaajidadii iyo amaakina dikri iyo maxabadii qur-aanka ay u badan yihiin, dhallinyaro u badan yihiin, waa min nicmillaahi calayna, waa waxa ilaahay noogu nicmeeyey weeye, alxamdu lilah, soo ma garan. Laakiin meesha ilaahay uu kugu yeerayo weyninkeeda fiiri, iyo luuqa aad adiga aad warwareegeysid meelahan, luuqa qaan iyo meelahan iyo aad warwareegeysanaysid, iyo meesha ilaahay kugu yeeraayo cadamadeeda iyo weynaanteeda fiiri. Kow, waa noolaanaysaa ma dhimanaysid? Waad noolaan ma dhimanaysid? Yaa heli kara taas? Yurub iyo markaan tago beri dhoweyd oon Jarmalka tegay ayaan dee koox Soomaali oo aan saas u wada fadhina oon wada hala hadlay, waxaan ku idhi iyo Soomaali wakayruhum masjidaan fadhinay, marka waxaan ku idhi waddankan waddamada wuxuu ku jiraa dhakhtarnimada adduunka meel kasta looga yimaado, dadka layska daaweeyo Jarmalka dhakhtarnimadu ku dheereeya, waxaan waddankan dhimashadii ma la joojiyey? Dhimashadii ma la joojiyey? Waxay dhaheen maya, nin dhalinyaro oo carab ahaaba soo booda, wuxuu Falastiin ah, wuxuu yidhi aniga magaaladan joogno, markaa Berliin bay ahayd, waxaan magaaladan Berliin waxaan leeyahay buu yidhi shirkad ka shaqaysa tajhiiz almowta, meydka hagaajintiisa, yacni kafantiisa, dhaqidiisa, hagaajintiisa, shirkadaas aniga shaqadeedaaba taasa buu yidhi, taasaan ka shaqeeyaa aan leeyahay aniga keligay buu yidhi, shirkad badanaa jira laakiin aniga keligay maalin kaste badi waxaa isoo mara buu yidhi laba saddex yowmiyan, maalin kaste laba saddex ilaa shan baa maalintii isoo marta buu yidhi aniga keligay, iska dhaaf buu yidhi dadkan kale, shirkadka kale iyo kuwa kale aan muslimiinta ahayn, inta dhimanaysa waa magaalo qura oo markaa dhimasho ma jirto, lama joojin, lama joojin, xaggee laga joojinaya? Waxaan ku yidhi aniga haddii dhimashada la joojiyo oo ay gaaraan dadku inay dhimashada joojiyaan, ii sheega berita waxaa igeenaysiin xafiiska layska dhiibo, meel baa layska dhiibaa mogta, salim nafsahu
وإلهي بقى شو ديفت مرة لو إيش ديفة إيش لكن مرة كان وإيش ديفة يا هدي ده مش هذا لجوج لما جوج كرو لأن الله تحداهم جل جلاله علمي كسته تكلنوج كسته قال أنت هذون تنولو وعد ما ليش وعد من الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تحدي ويا عر عروي عر عربة لي في الصومالي عر له وحول كل إنسان عر وكاسة إنسان كي هرتين لقوا على جنيه الروح ذا لقب حيني وأنت مركي هل كان سو قادو أو يجلبه علاش يو حبت كي واحد انكسر بحده أو هل كان هنقول جاي سقوط ما دو بلغت الحلقوم إذن كنا مركزين دهنا أتقوا هيسان يعني اللي أنت اللي إذن كرادة في اللي كم قرصنين هرتينا لقسيبة يعني هذا ترون شيء هيسان فلولا إن كنتم غير مدينين سميدان أورن بعث إيو نولل دم بمجرته سميدان دهن هذا أرنت هرون كل شيء هيسان هد علي نفتم بحيس واتاس علي ترجعونها إن كنتم صادقين ميالي كرتان ميالي كرتان ده إيش ديبا مرك ويا شو ديبا يسين ربي قلنا شو ديبا استسلموا لله إلهي سديبة أو هذا الكيسان أو قال هذا أو إنه ودب وحى إلهي وكهرب إنه ترميسو إنه دبكون أولينيو إلهي وحى عرض وين وعرضي وقوين بعد الشرك بالله إنسان قدرتي سإنكري ويردب إيمسو نولين كرتد إلهي أرنتاس آد يأذبو وعرضي وحوير مركو إلهي هذا بذن كسو شكي وملموسه إنسان كو أركيه وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وحل ليابوا قول لي يا بكن وياب نبي بطن فالحمدي شيء حمدي شيء وقولك أيده هين هذا إنه تراب يعيد نقوله ما دي بلا نصون ولا نيا لا نصون ولا ماي وحاسو عراء كل هذي قال ذي وين ويبدأ أرتين حلي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت دارتي وده بيصير أرتين إن إلهي ونصون ولا نيا واحد إنتي إلهي وكردي وحول بلا وصون ولا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهم حوصن وليس ليبين لهم الذي يختلفون فيه هذا الكائش خلافين إن أنتك صن ولين كرين كلا إن أنت صه أي نصن ولين يا وليعلم الذين كفروا ما لنت إني أقادان قال الذي ككفري أنهم كانوا كاذبين بين ليالنا هايين إله سيكون على أرتاس إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أرنتين نبوائنا أن كن لهنا فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر توفيق ذا الله نوفجيه إخواني أخونا الشيخ عبد الرحيم جزاه الله خيرا وقرسوا هذا إلى القرآن ككهضه لكن حقيقة القرآن ولا ليلان فهمنه القرآن يخاطبك روح ذاذ القرآن كدونية قلبك أبو قرآن كدونية فكرك إلهي باكلها اللي صحبع صب قرآنك اللي يالو قرآنك بتدبر وأخري فهم وحالك على هذا اللي كان كلها اللي يانا إنو إلهي وحو كل الدونية أنا إلي مصلحة هذا الطعي الله يكلمك يتحبب إليك مرأة ذو إسكاج علي سينية نعم كيسية قال لديه سيه بروا قديسة وأذيك كوه قال لديه سيه وكالها اللي مر وحيالها هذه خاصة كوه وكسيه مر لنعك الوكات سيه إنو كال الله بنكره سورة الأنعام قال تعالى وحيري قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم
من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم يعني بل إذا ورموي إذا ورمدت يهو هدو إلهي إسكالته أرقين يا مقلكين قلبي إننا طبعي وضبولو وبهم إذن كدقو أم وحبا فهميني أما قفوا لنا وكلبا نين قروح بذن أما قبر قروح بذن وددك وقروح بذن وان عقل الهين ووالن ما وحبا لغفل لها ما عدوا حقوفا ليس أريبا من شوق الله يقول كاسو قبر يري قرآن كإيقو أخري من أنا مرتكوا هين قبر إيقبكتو كذا كاسو قبل هذا الموضوع فلقة وقمر شيء عرفت أورنجرين كل كأمانة جان قروح ذا قبل طيح على قشه قوي وكله وأنه زوج قش يوحي إن ده كله من كري كله أفتي وحي كلنا الله وسع لحالك وذي المهم وحباله وذا مركب وحنا لجوجي على بثانية وحنا دخل وقاع آخرية أدوية قانا أنا قلنا ده ورتي جاني عادي جهيد ما نوحي كنت في كره كنت في مركب وأنا نقول جاوا إسكام مرتين على كان المهم markii hawshay dhamaatayninkii wax ku akhriyay la kala tagay ninkii gabadha dhalay baa wuxuu yiri ninkii ku yiri ki wax akhriyay adeero aan ku duceeyay lacagna kugu daray gabadhan iska guursan aan ku guuri ku meheriyo aan ku meheriyo iska qaado wadaadkii maalin baa ku cadaatay talo dib noogu soo noqday wardad yahow waxaan arkay wax laga safri karana ma hakowde meeshiina aqli ma yaala sayala adiga leh way adigu soo dadku wax kuma akhridido dee hagaajiso orodo intaad ku akhrido iskana qaado duqana lacagna ka qaado markii dambe wuxuu ilaani maayo waa ku cudurdaartay ala kullu hal ku cudurdaartay maxaan idin ku sheegay idinka hadda meesha fadhiya alxamdulillah kulli inteena meesha fadhiya ilaahay soo caqligana nooma dhameystiray caaqilin soo manin alxamdulillah ilaah baan ku mahadinayna wixii buka ee muslimna allah caafiyo wixii muslimna buka allah caafiyo قبلها وغيرها وحل الله يحبك الله عافيه الله عافيه لكن وعبرة عبرة قاضو وما هي عبرة إن إله عقلك لا تذكره هدو عقلك ك لا تجنا وحل الله حتى عمل لا تفيد شيء ولا تستفيد شيء نظرك واسدوك له بصرك واسدوك له سمعك واسدوك له كل هذه نعم من الله هدو دون إله ولا تذكره قرانك سورة ياسين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون يا لله هذا نقول هذا تذكر ما تقول دونك جوغل دونك قوة ديار ذا هلا لنا يقوى بابور تو ذا قوة مراكب تكو ذا قوة أردي قوة سعدا وحي كسعدا سوين دما دم بها المر إله كديك رأنا لا دم يوكله حقيقة الأذين مش قوة بختنا لأن إن أولهم ما أنتوا حكوا نحن اللي هي ذا حركة لكن تذكر أن هذه لا إن ترى وذا دمنا يا وذا دم الله دم الله هاي نقف كلي من ولا ذين marka ilaahay wuxuu leeyahay awood waxaanu leenahay inaan indhaha wada tirno kulligood walaw nashaa'u la tamasna ala ayuni walaw nashaa'u lama sakhnahum ala makanatihim fama istata'u mudiyan wala yarji'un hadhihi qudratullah rabbika inaanu ja'alnu hadalkiisa aan ja'alnu quraankiisa aanu ku dadaalno ayaan hadalkayga ku soo gabagabeynaya akhwani kalamullahi azza wa jalla akhrintiisu wa baraka ta'allumkiisa iyo fahmigiisu wa baraka قيام الليل إن هبينك كنت كنا وبركة ذاكرين لله إن نقول وبركة وحال نجدون يويان وحد كل ما نسويان قفك قرآنك لصاحبة في الدنيا والآخرة إلهي عز يا شرف بوسينيا قرآنكم مال مؤوسا لو ذاقن وهل قفنا كمدقان أما زمن كمدقان إلا وشرف به وشرف بكياشا ما المها أدونك هبين كما هل ما هبين نذا وقف فضل بدن وهبين كي هبين كي وهاي ليلة القدر سوما ما حيكوها شيء قرآن كاسودري بيش قرآن بيش أدونك بلها وقف فضل بدن نواته رمضان محو سببتي سكوها لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نبي هذا كي وقف خير بدن وقف فضل بدن رسول كيني محمد سوما صلى الله عليه وسلم لأنه قلبك يسى إلهي قرآنك كسو دجيي بلدانت إيا بلدي ذا كأو خير بضن مكة لأن قرآنك إلهي إيا مدينة إلهي قرآنك كسو دجيي سوما سيدا سوكالي
qofka qur'aanka ilaahay qalbigiisa weeleeya dadko dhan isaga ka fiican. aniga ma dhihi nabigaa yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, xaggee u socotaa marka, wax ka fiican xaggee ka helaysaa? lidaalika inaan kulligeen dadaalno. inteenna meesha fadhida saddex qaybood baan nahay, qayb waa xufaad. inta qur'aanka korka ka haysa gacanta kore u taageen anfiriya alxufaad ha ka baqan, iska gacanta iska tag, waxad itniin basah. laakiin kuwa kalaa kor fadhiya ma soo maa, gabdhihiina ma joogaan? gabdhana waa joogaan, ayagan xufaada ka buuxa soo maa. ma meesha dadka fadhiya oo dhan shan lix ma gacanta kor u taagtay, ma imtixaan ma jirin, imtixaan ma jirin, gacanta iska taaga ya aye. maalin dhaweyd meel intiinoo kale iyo ay fadhiyaan baan waxaan idhi intee qur'aanka korka ka taqaanaa, marka kulli badidood gacantay taageen. su'aal kalaan keeno waxaan idhi waslan wa waqfan qur'aanka ayaa korka ka yaqaan. haddaba iska ilaalin, waa la imtixaanaa. qofkii yidhaaha waslan wa waqfanan qur'aanka aqaanaa, imtixaan baan weydiinaya. marka waa iska wada laabteen, wax gacanta taaga waa la waayay. sidaas darteed xufaad alqur'aan waxaan odhan lahaa qur'aanka waqfi baa beryahan dambe lagu bartaa, wasliga ku daraa. wasligu huwa alaslu, alwaslu huwa alaslu, korka ka qabo hadalkaas. kelimad kalena iga qabo meelna ku qoro, man lam yaxfad alxarakaat ka xifdihi lilkalimaat falaysa bixaafid. aniga alifay taas, qof iga horeeyoon arkay oo qorayna ma arkin, anu kulli ma arag, laakiin jumladaa meel ku qorta, man lam yaxfad alxarakaat ka xifdihi lilkalimaat laysa bixaafid. ma fahanteen macnaheeda? xarakaadka qur'aanka, man lam yaxfad alxarakaat ka xifdihi lilkalimaat falaysa bixaafidin. ay in shaa allah risaalan ka alifi doonna haddii la helaa. sheekh waa kii hadda nagu canaananayo, waan canaantaana waa leenna waxba ma qorno, laakiin waa inaan qorna taas in shaa allah. kitaab cinwaankiisu yahay man lam yaxfad alkalimaat, man lam yaxfad alxarakaat ka xifdihi lilkalimaat falaysa bixaafid. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, korka maga wada taqaaneen xarakadeeda sheega. nastaciinu miya saas miya, mise nastaciini waaye, mise nastaciina, sow nastaciinu ma aha. xelu way fiican tahay, dhib male taas, laakiin tan ka dambeysa ugu xidhiirine nastaciin waa ku joogsatay. ihdina siraata almustaqiim, haddaad saa u kala joogsato ood ogsojin ka qaadato waqfi baa la yidhaha waa sax. laakiin haddaad nastaciin iyo ihdinaa baan isku qabanayaa haddaad tidhaahid, see odhan lahayd wa iyaaka nastaciin nastaciin uhdinaa. aha macalin fiican waa ninkan, waa yaqaanaa. haye mid baa wuxuu leeyahay nastaciinu ihdinaa, ma sax baa? waa qalad. qaladka xaguu ka galay? ihdinaa hamsadeedii wasliga ahayd buu hamsatu qadcin ka dhigay. wuxuu la mid yahay isagoo akhriya aayadda wahdinaa ilaa sawaa'i siraad, isagoo yidhaa wa ihdinaa ilaa sawaa'i siraad, waa kaluu la mid yahay. waana qalad kabiir soo ma. marka waa inaad baratid iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin uhdinaa, waxaanaad ku baranaysaa inaad wasli ku barato. horta aslanba faatixada qur'aanka inta kale in la gaarin, faatixada waa ilzaami inaad wasli iyo waqfi ku barato. dadka qaarkiis sheekh aad buu arintaa uga hadli jiray, alwaalid raxmatullaahi calayhi, wuuna ku celcelin jiray khaladka ugu weynay ku dhacaan dadku markay faatixada boobsiinayaan salaadda ay ku jiraan. bismillah, waxaa aqrinaya bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, araxmaan araxiim, maaliki yowm iddiin, iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin, ihdina siraata almustaqiim, siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaghduubi calayhim waladdaaliin, saasoo kale. astaqfirullah, tabcan wax jira maaha anigu waxaan akhriyay astaqfirullah, astaqfirullah, wax jira maaha, waxaan ka wadaa tariiqo waalida maaha, leanna waqfina ma aqrinin, waslina maana aqrinin. wa inaa darabtu lakum almathal, markaad leedahay bismi illahi araxmaan araxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, araxmaan araxiim, waslina ma aha, waqfina ma aha,
قراسة احنا ماها، إنسنا ما أقرن، جننا ما أقرن، جننا ما أقرن، لم يقرأ به أحد قراءة إسكبر دافا محل قربا. إما إن وقف أخرد وقف قوامح وإن نفت قادت وسجنك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو مثال، ما مركزتين لهذه ما مركزت، لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحل لها وقف آيات والبوا كجوك ستي نفس كنوات غادتي وأنا سيد أوقف عام إن أدو أقرد. وحل لها هاي إن أدو وصل أقرده سوى أخرنا سوى وصل مركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تانا محللة وصل بالليلة مركب وصل إيه هذا البرتو وكنا بتقليشة خلت كأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن رب العالمين، الرحمن الرحيم. مركا وحو شيخو تنبيهين جري هلكن حول مركو أخرنا الرحمن الرحيم مالكي لبدي ميم مد بطوري، لأن الرحمن الرحيم ميم هو صلبا ياكو جرى، مالكي ميم كربا باكو حقا. مركا وأخرنا الرحمن الرحيم مالكي حيم مالكي، هل ميم با ماشي كبحي ميم هدو ماشي كبحي فاتحة دي وابربرتي فاتحة مجرتو فتعادين جرينا دي صلاة دي الله وحال كذا صما صلاة دي نمجر ثواي مشكلة كبيرة. ما هي كان عادي عدم معرفة الوصل والوقف. الرحمن الرحيم حال غير بين اتلاد الرحمن الرحيم ونفستي مالك يوم الدين واسح، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لبضي بعد كل واقضي نواسح مد كلا جرت أبو عمرو وأقري برواية السوسي والله بدأ من ليسكو إدغام ولا شهدو لغنيو الرحمن الرحيم ملك يوم الدين تان هذا آخر نيسي دي هذا نبمل، لكن إنا تان هذا الرحمن الرحيم مالك وحوي لبدأ من مد بعد مركا كتغيسا مركا. الحمد لله درسي أو تجويد نواق هذا النشو ما فاتح هذا مركا أنوض آخر سنو شيء اللي ينكو إذا إجازي كل جين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا قد بأخريها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بالوصل كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. طيب انت ان شاء الله فاتح هذا اقضى باخر دي كل جين إن شاء الله تعالى إجازة سماع بذلين وقراءة بإذن الله. طيب سورة الفاتحة هي القرآن العظيم ثم لأنه لقى ما قارك رقف كسنين لقى دقشت لكن قد أهم مركة هذا قراءة أن مغلي وفعنيت وهو ناكسنيت كلية لغة صومالية قدتك كوها الله حروف تن إسكائل عليها من حيث المخرج حرف الطاء طاويا طاء اهدنا الصراط هدهن اهدنا الصراط ضاء هدهن لانه طاء افصومالي كما جرو بوسكي سيحكو جرى دا دا داف يا دنع يا دبر يا دك دا باكو جرتا ثم مركا قاركود سلا سيكو صراط المستقيم بس كدهن وغلط قالنا واحد ينكسو خفيف انه اهدنا الصراط ضو 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 وغلط. الوالد رحمة الله عليه هذا الذي مشهور كاو حكم ذو حرنجري هبرت ورنجري هبرت رنيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيا كفي عن نك شيخ شيخ اسمه ذيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرك أرنتها وعلنجري وحرنجري لأن هبرت أعوذ بالله من الشيطان تري مخرجك ويك أنت صفتي حرفك أمبي قفتي لأن حرفك الطاء يدال يتاء هل مخرج واي وأولا لو والمعلول كسوة بحيوك دال يتاء يطاء حيكبح عن طرف اللسان وأصول الثنايا العليا فولا شكور جرد وذا أي كسوة بحان طاء دال تاء مركا دا مركا يتلا أعوذ بالله الشيطاني مخرجك وهيسا دا مركا يتلا مخرجك وهيسا لكن صفتي طا ذي كتكتو تفخيمك أعوذ بالله الشيطاني لكن إستقوا مركا وأخرنا ضو ضو طرف اللسان كما أخرن نطعق أي واحد ليلة وعربك ماشان سوكي انت لحديث اللي قارن أيوك أخري ضو ضو مركا مخرجك بمايو مخرجك الآن الآخرين فاتح هذا أنا خطر كجرة خطر وين بكجرتو هذه مخرجك حرفك الآخري وشلاد وبري شباب ضدك قارك ليين مركع طا هذا إسكا إلهالية قفك مركع هذا ابتدي إنها طا هذا أما أذيك هذا يكون قل بتاعي أدوني سيد إنها تكنتنا دا كبلو دا أفسو مالي وكجرة دا دانا أفسو مالي وكجرتها دا دا سيدا داو وحن داو وحن داو سولميرا مش الضو داو ليلا داو ووحك لسوما لكن داو دا دا سوما داوها عن جهرد اللي قدو بتنوى تغاني سوما داو سبا يديو داو دا 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 مركا هلكا كوا دا دا مركا وحي يرسي هقاجي طا طا دا طا طا لكن وليقا ضا هسكولين ضا وغلط حرف الطا اسكا إلالي كو حرفك كلا إذ كإلى لنا يسوى الصراط الصاء صاء صاء ما ليك كأن المتغنّد سومالي ذكر كه قاف بكودران إسقاط بيبرهام بإسقاط حاجة شو قادي إسقاط إهدينا الصراط قاف مشان مشو قليل مركوا إنا صاء إهدينا الصي صي ومفخم لكن هدي حتى هذا تفخيم إن مخرج كيسي ماذا نقفينها داد اهدنا الصراط تراوي يعني حرفك كلا إسكا إلى لنيسان دادك لغة الصومالية كوهد لها الله يا وغينك غين
حرف الغين سومالك مجرو بوسكي سجابا كجرا سيدا قلب يو قبل يو قيد يو وقابا يهي يو قيد يو وابدا يهي قا قا متكلنا وجرا وكخفي سنة قا 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 او سيدا مغت او كالي يو مغن او كالي مغن مغعف سومالي هدو مغن سومالي سوما تغني مغن هديلا هو غلط سوما لأنه هو كفدو دي هاي مغن 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 يو مغن الله نواب جرتا مغن الله يو ميغاد يو غا مركا كاسي كردغين غا دي أتكاد واسكرد هفين غين كي أفعل بيهان ويكتغين مركا سوحو كلي قاركود غير المغ مغ غا هدو غير المغ جرا عربي ما بقابا اسكرد هفين القرآن نقضي لأن حرف الغين حلق وقبحة هم قريقة ماشي وغاء ليا هنا ولسانك وعربك مركا وإن غاترة غا غير المغ خير المخن معها وخاء وإن غير المغضوب يركا وقص لمياها غير المغ غلط مياها تمام غير المغضوب لا بحرفه ولي بك جرى سورة الفاتحة غير المغضوب متانوا على سكيل هالين حرف كوجود بيا سكيل هالين إيشو نكان سومالي كهلية وضاد كا ضاد أف سومالي كم جرو كلمات بدن وأف سومالي وضاد كا أصل كيدو كلمات عربي ويا عربي بدن بكبوها لغة سومالية مركا ضاد كي ما دام إنه كجرين لام بيكديكان لام بالعديكا محاكم إذا كان كلمات وأصل كده عربي هي وماشي ضاد لام لقديكي ها ما يها ها لد كم إذا لد وحاسي لد أصل كده ضد ويا ضد مركا لد وكيري وحاكم إذا لور لور متغني لور بمعنى وكربة لور بمعنى ضر من الضر ضر يكتمل لكن ضاد كي لما هذا ضدك قارك وعشكان أرلذة إلهي أرلذة أرلذة هي أرضضة وضاد لكن ما دام في سومالي كجرين أرلذة بوسكير في سومالي مركز هذا نبتكلك القرآن كي مركز اعتماده ضادك مخرج وليه مخرج كيسو عربك هدو سايهي قيسها يقو سائز قبنية حافة اللسان مع الأضراس ضا ضا تاسمر كي قرن وهين ما لها نية بشمهن إلا سؤالين ولا ضع يوحا هنجرين ما قرت محاكو قسل يسين وآخر سين سوما بسم آخر دان مسكد يسين ولا ضا ضا وغلط ليس صحيح ولا ضا ضا ما له علاقة بالشفتين شيخ ساسو أورنجري حرف الضاد لا علاقة له بالشفتين هدابت بشمهن الأقاجسو غلط بقول لام ضاتو كاية وإن قده كجرا حافة اللسان مع الأضراس ضا وليب ضاتكو قال هاي سمجرتو وحن حتى أف عربي يقولوا إن كان كوه الله وطمضا أف عربي كوه الله أين في الكوه ما هي جزيرة العرب يا خليج كي وحن ورنا ضا بي كاريغان وفي هذا وحن سعودي وحن قدرا علوم هذا وين محاضران دي ما شاء الله ما لا كآخرنا هاي وحن ضاد أردن أكتو ضابو كيه وكله رياض الرياض رياض الصالحين رياض رياض بيض بيس كلهم بيض بيض مركب قرأك ولا الظالين ضا وغلط ليس صحيح ضا يضاد بيكليهين ما ساردوا يقو حيكدقان دال بيكدقان ضربني وضربته وضربه ضا ضا بيكدقان وهذا خطأ وحيا بمجره سيدا سدرتهد أصعب حرف بيدهان وإن لقد ذالا الإمام الشاطبي رحمه الله وحيره وحيري وحرف من أضراس وحيري وهو لديهما يعز وباليمنى وحافة اللسان لأدناها لحرف تطولا إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا وحير حرف كاسئ من الأضراس كبحة لبطل لنعب إن لقى أقريو ونادر الوجود إن يربى تتك كأقريو وانا سحة دي لهلو لبطل لنعب مرقور لقوض أقريو
laakiin waa yar tahay buu yidhi. Waxaa la sheegaa marka in sayidina cumar ibn al-khataab uu labada dhinac ka akhriyi jiray, walcilmu cinda allahi, ahlufaniga qaarkood sheegaan. Walidalika yacizu buu yidhi, ama labada dhinac wa bilyumna, dhinaca midig yakuunu muqalala, dadka intiisa badan bidixday ka akhriyaan. Walidalika wuxuu yidhi walaysaru aysaru bay dhahaan, jaanib alaysar ayaa sahlan oo dadka u sahlan. Daa 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 wala daliin, khalaas darsigeena tajwiidku waa qaadanay soo maha. Wahada insha allah afyad biidn illah, allah nagu anfaco. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dambigeena dhaafo, kii waalidniinteennana uu dhaafo, mashaayikhdii iyo culimmadii waxna baray ilaahay u naxariisto intii dhimatay, tanoolna ilaahay uu xifdiyo oo barakeeyo. inta wax naga baratay ama wax naga akhrisatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana uu barakeeyo. ilaahay cilmiga hanoo ziyaadiyo. rabbi zidnaa cilma, rabbi zidnaa cilma, rabbi zidnaa cilma. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف كل مريض منا ومريضة. اللهم اشف كل مريض منا ومريضة. اللهم اشف كل مريض منا ومريضة. عاف المبتلين، اكشف الضر عن المكروبين، اقض حاجات المحتاجين. إلهي وأنت إنا ماشي فريضة رق يا دمربا قف والباب قلبي يسا وحباك قوحية مراد بولي هي. إلهي ومراد كيس وأذقنا الرال تهي قارسي. إلهي ومراد كيس وأذقنا الرال تهي قارسي. إلهي وأنت كربيس كربذا كفي. إلهي وأنت كربيس كربذا كفي. إلهي وأنت بكت أما لقبك. إلهي وعافي من عندك يا رب العالمين. إلهي وعافي ما دق دق سي. إلهي وحن كبر ينا مهاتك هو يوينك المهود قارك لباتك شيغنا المهود الله وهن وليه المهن كل الله هنوني الله هنوني إلهي بارينها كدغو بربهم وبدينهم وبوالديهم الله بارين وقدغو إلهي وحنك بارين قرآنك الله نوض فرو قرآنك الله نوض فرو. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا القرآن. إله حقيقة القرآن نسي، إله العمل بالقرآن نسي، إله قلبي إن نور القرآن قلي. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. إلهي ودعاتنا قلي دينت إلهي فافية مشارق الأرض ومغاربها فافية. إله أنت دينتك أمن بني جنسنا أبي آدم يهو يدين حواء إلا شيء. إله يدينت أهنوني. إله باب الهداية أفر، إله باب الهداية أفر، إله باب الهداية أفر. إله وإنك مسلمين تان ورقاجي إنا دعاة إلى الله وإلى رسول الله نقن لحذين إنا نسكد ذلنا دتكا كله إيه المسلمين تهين إن كده ذلوا إن دينتي إله إيشو قلان إن دينتي إله إيشو قلان. إله نوافجي، إله نوافجي، إله نقول رقاجي، إله نوسهل، إله هيونا أذكسو، إله نأذكس سيدة آد نبي أصحابتي شادوا أذكس تتكين دينهم ولنشر الدين. إله دين هذا نو أذكس، إله نودا بالاف، إله نودا بالاف، إله وحي خلد أن قال لي أو من قول وفعل. إله نوداف، إله يوحي صواب يسحنا نقاب المري. اللهم بارك في هذا المسجد وأهله مؤتمر كان اجتماعا. إله بركة أنت سوت مدنا، إله بركة مسلمين تملك استيجوا غنبا. إله بركة خاصة تندت كأني ودن كأني يمالي أن كرني من إلهي وبركة. إلهي ودباد يا علاد يا رفاتك يا غبارت يا قبيالد يا دباد تضرنا. إلهي كذو القاد، إلهي محبة يا وناقي كالقعيل يا محبة. إلهي سوق لدحدوذة إنك ولي ذلك والقادر عليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد.